هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين والرعايا الأجانب، حيث دخل اليوم حتى الآن نحو 100 شاحنة مساعدات فضلا عن 7 شاحنات وقود دخلت إلى القطاع، بينما خرج 6 مصابين من القطاع إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. ويشهد المعبر يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه بحسب اتفاق الهدنة. Thank you.